واقف طفل جميل نفسه في مصباح علاء الدين عشان يجيب له جزمة جديدة للمدرسة بدل جزمته اللي بيروح بيها كل سنة، واللي بالمناسبة اتقطعت كتير ومامته كل مرة تخيطها له. ومحضر للمصباح اللي أول ما يلمسه هيطلع منه جن ويقول له شباك لبيك يا رائف أنا بين إيديك. تلات أمنيات هما جزمة جديدة وشنطة جديدة ومقلمة زي بتاعت مازن صاحبه. دي أمنيات طفل بريء بيتمناها في سر وبيحلم بيها كل سنة في دخلة المدارس. وقول ياه امتى يا ترى هلاقي المصباح؟ وهنا في رسالة: عاوزين نكون احنا الرائف مصباح علاء الدين، بس مش هنقدر نعمل كده الا وانت معانا. تطوع بكل اللي تقدر عليه من مستلزمات الدراسة، شنط، كراسات، كشاكيل، اقلام، ملابس زي مدرسي، عشان تكون معانا مصباح رائف المنير.